السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن السكشن الثاني في الباك ميستري، وهو سكشن جميل وممتع ومهم في نفس الوقت. بيتكلم عن الكاردياك بايو ماركرز، او العلامات بتاع القلب، او الانزيمات بتاع القلب، او البروتينات اللي احنا بنتعرف بيها. هل في مشكلة في القلب، في اكيد كورونري سندروم، يعني انجينا ومايوكاردال انفاركشن ولا لا؟ يعني دلوقتي لو واحد جاي وجع تشيست بين، وعايزين نعرف سبب التشيست بين ده ايه، واحنا شاكين ان هو عنده مايوكاردال انفاركشن او عنده كورونري هارت ديزيز او عنده انجينا، فاحنا ايه الاختبارات اللي هنعملها له، او ايه اللي هنقول له التحاليل اللي تعملها عشان نتاكد نشوف البايوماركرز العلامات اللي بتدل على ان في مشكله في القلب ولا لا؟ تمام، فنبدا واحده واحده. ايه هي الديفينيشن بتاع الكارديك بايوماركرز؟ دي عباره عن مواد بتخرج في الدم من القلب بتعبر عن ان القلب باظ او حصل فيه اي مشكله. بمعنى ايه؟ بمعنى ان القلب ده عباره عن نسيج، عباره عن تيشوز اورجان، وفي انسجه، والانسجه دي عباره عن خلايا. يعني هو بيتكون من نسيج، والنسيج ده جوه كل خليه في مكونات، في بروتينات، هو عضله بتنقبض، وبالتالي في بروتينات، في اكتين ومايوسين، وفي تروبونين، في انزيمات شغاله جواه. وبالتالي لما يحصل مايكارديال انفاركشن او اسكيميا او نقص التغذيه الدمويه لاي يعني لاي جزء من القلب، بعض المواد دي هتخرج من القلب وتروح للبلاد ستريم. انا بقى لما الاقي المواد دي في البلاد ستريم اعرف ان في مشكله في القلب. طيب، وقبل ما نبدا فيها هنعرف ان في حاجات سبيسيفيك وحاجات نون سبيسيفيك. يعني ايه؟ يعني في حاجات موجوده في القلب بس، فلما يحصل مشكله في القلب هتعلى في الدم. لو انا لقيتها في الدم اعرف ان المشكله في القلب خلاص ومتاكد 100%. وفي بعض المواد ممكن تبقى موجوده في القلب وفي اي عضله تانية، ما هو القلب يعتبر عضله. فلما دي تعلى ابقى اشك ان في حاجه في القلب، بس مش 100%، لان ممكن تبقى اي عضله تانية في الجسم. تمام كده؟ طيب، يبقى ده الديفينيشن. اليوزز بتاع الكارديك بايوماركرز انا بستخدمها في ايه؟ زي ما قلنا ايرلي بريدكشن، ان انا يعني اقدر اشخص او اتوقع واشوف اي مشكله في القلب، اللي هي الاكيوت كورونري سندروم او الاكيوت مايوكارديال انفاركشن، اللي هي الجلطه اللي في القلب دي، او موت جزء من عضله القلب، ان انا اقدر اشخصها بدري، ان انا اقدر اتعامل مع الحاله مانجمنت، اشوف مثلا بديله العلاج واشوف هل بيتحسن ولا لا. ما هو انا لما بديله العلاج المفروض الجزء ده من عضله القلب بيتحسن، وبالتالي كل ما اعمل له التحليل تاني المفروض الاقيه بقى في تحسن. فانا بستخدمها برضو عشان اتابع العيان واعمل له فول مانجمنت واقدر احافظ على حياته. اولسو اتس بروجنوزيس، بروجنوزيس يعني تطور الحاله، هل بتتقدم وتستجيب للعلاج ولا لا. طيب، بعد كده دايجنوزيس اند ريسك ستراتيفيكيشن اوف هارت فيلير، برضه بستخدمها في تشخيص الهارت فيلير. زي ما قلنا ان احنا بنستخدمها ككل كده، ان احنا بنشوف حاله القلب سليمه ولا لا، هل في اي مشاكل في القلب ولا لا. طيب، في نقطه هنا برضه بيقول لك ان احنا يعني اغلبكم ممكن يكون لو هو سمع او قرا كده يقول لك اسمها كاردياك باي ماركرز او كاردياك انزايم. ليه؟ يعني احنا كان عندنا العنوان مثلا في سنتي، ولما جيت درسته كان بعنوان، ما كانش اسمه عنوان كاردياك باي ماركرز، كان اسمه عنوان كاردياك انزايمز. هي لان اغلب البايماركرز دي عباره عن انزيم، يعني هي يا اما انزيم يا اما بروتينات، بس في الغالب انزيمز. فعشان كده بيقولوا عليها ايه؟ كاردياك انزيمز. فممكن نقول عليها كاردياك بايماركرز، ده الاسم الاعم والاشمل، وممكن نقول عليها اصطلاحا كده كاردياك انزيمز، لان ايه؟ اغلبها انزيمز. بس هنعرف دلوقتي ان في اجزاء منها مش انزيم، زي بروتين التروبونين اللي هو البروتين اللي بيبقى موجود في الخلايا العضليه. طيب، الكلاسيفيكيشن بتاعتها ايه؟ تعالى انا اعملهم لك هنا في دايجرام عشان ايه؟ يبقوا باينين قدامك. يعني الكارديك باي ماركرز مما ممكن يكونوا باي ماركرز او علامات بتخرج اثناء المايوكارديال انجري، او بسبب حاجه اسمها الهيموديناميك ستريس، او حاجه اسمها بتخرج بسبب انفلاميشن. مايوكارديال انجري يعني في انجري في المايوكارديوم بتاع عضله القلب. هيموديناميك ستريس يعني في ضغط على القلب، في فوليوم اوفرلود، القلب بيضغط جامد. انفلاماتوري في انفلاميشن بقى، اندوكاردايتس، مايكاردايتس. فاحنا هناخدهم واحده واحده. هنبدا طبعا اللي هياخد اغلب الوقت اللي هو المايوكارديال انجري عشان دول الاهم، وبعد كده ايه هناخد الهيمودايناميك والانفلاماتوري واحده واحده. المايوكارديال انجري يعني في انجري في عضله القلب. الاصابه اللي ممكن تيجي في عضله القلب دي ممكن تبقى حاجه من اتنين، يا نكروزس عضله القلب اصلا ماتت، يا اما لسه اسكيميا التغذيه الدمويه اللي وصل لها قليله، يبقى يا اما العضله ماتت خلاص وحصل انفاركشن خلاص والعضله ماتت، يا اما اسكيميا لسه التغذيه الدمويه قليله وداخل على انفاركشن. طيب، لو حصل نكروزس في اربع تحاليل او اربع باي ماركرز او اربع بروتينات او اربع انزيمات هنتكلم عنهم. حاجه اسمها سي كي ام بي، كرياتين كاينيز ام بي، حاجه اسمها تروبونين، وحاجه اسمها الميوجلوبين، وحاجه اسمها لاكتيت هيدروجينيز. وفي الاسكيميا في حاجه اسمها اي ام اي واتش اف اي بي بي. واحده واحده هنشوفهم كلهم بالتفصيل دلوقتي. نبدا، ركز بقى معايا احنا بنتكلم فين دلوقتي عشان تبقى عارف انا بتكلم فين، عشان السلايدات هتبقى جايه ورا بعضها. الكلام سهل يعني، هي السلايد بس عدد السلايدات مثلا ممكن يبقوا كتار، بس الكلام كله سهل خالص ما فيهوش اي حاجه. احنا هنتكلم دلوقتي عن الكرياتين كاينيز ام بي. طيب، هو يبقى احنا قلنا البايو ماركرز اوف مايوكارديال انجري ممكن يبقوا للمايوكارديال نيكروزس او المايوكارديال اسكيميا. نبدا بالمايوكارديال نيكروزس، هناخد الكرياتين كاينيز ام بي، وهي اختصار لحاجه اسمها
الكرياتين كينيز. ام بي يعني كرياتين كينيز، ده انزيم، انزيم بيبقى موجود في عضله القلب عادي. كرياتين كينيز، طب ام بي اختصار لايه؟ في انواع منه، في ام ام ده بيبقى موجود في المصري، ام بي ده بقى اختصار لكلمه مايوكارديال، مايوكارديال باند. طبعا الاختصار مش عليك بس هيفهمك. يبقى مايوكارديال باند يبقى هو خاص كده بعضله القلب، يبقى لما ده يزيد انا كده اعرف ان ايه، ان في مشكله في عضله القلب. انما الكرياتين كينيز بس من غير ام بي ده كده، ده موجود في كل الخلايا بتاع الجسم، فده مش سبيسيفيك وهكذا. طيب البايماركرز بقى في المايوكارديال اسكيميا، حاجه اسمها اسكيميا موديفايد البومين، يعني ده عباره عن البومين بس موديفايد شويه، يعني مميز كده سبيشال للقلب كده، بيبقى فيه شويه تعديلات زي ما هنعرف. وبعد كده في حاجه اسمها هارت تايب فاتي اسيد بايندنج بروتين او اتش اف اف اي بي بي او اتش فاب، هنشوفه برضه بالتفصيل. وبعد كده البايماركرز الهيمودايناميك ستريس، هيمودايناميك ستريس يعني في فوليوم اوفرلود، وحاجه اللي اسمها الانفلاماتوري اند بروجنوستيك ماركرز، دي انفلاميشن بقى في القلب، حاجات طبيعيه برضه هناخدها واحده واحده. نبدا اول حاجه البايماركرز اوف مايوكارديال نيكروزس، وبالانزيم الاولاني خالص هو اسمه كرياتين كينيز او كرياتين كينيز مايوكارديال باند. الكرياتين كينيز ده واحد من اسرع البايماركرز اللي بتطلع لو حصل اي مشكله في عضله القلب. طبعا في اسرع منه، في حاجه اسرع منه هناخدها قدام، بس هو يعتبر سريع لانه بيخرج في مده بتتراوح من 4 ل 6 ساعات، ودي تعتبر مده كويسه، يعني اللي هو ايه، انت من 4 ل 6 ساعات هتتاكد ان الشخص ده كان عنده مايوكارديال انفاركشن ولا لا. فهو واحد من الايرليست بايماركرز اللي بتخرج فين؟ بتخرج في الدم. في حاجه اسمها كرياتين كينيز بس، وده انزيم موجود في السيتوزول بتاع كل الخلايا العضليه، مش شرط خلايا، يعني السيتوزول بتاع اي مايوسايت، مش شرط تكون الميوكارديوم بس، تمام. وبالتالي ده كده مش هو المور سبيسيفيك. النوع بقى منه او الفراكشن اللي منه اللي اسمها كرياتين كينيز ام بي او مايوكارديال باند، ده السبيسيفيك للميوكارديوم. وبالتالي انا لما اكون عايز اعمل تحليل هختار مين؟ لو ده بقى سؤال ام سي كيو، هو هتختار الكرياتين كينيز افضل، يعني يقول لك البيست فيهم ايه، افضل واحد فيهم ايه، الكرياتين كينيز ام بي ولا الكرياتين كينيز بس؟ لا، تقول الكرياتين كينيز ام بي. عشان كده الكرياتين كينيز هو ام بي، هو بيعتبر الجولد ستاندرد، وهو خلاص اللي بقى يطلب في التحليل اكتر من الكرياتين كينيز العادي. طيب بما ان الكرياتين كينيز ام بي هو المهم، تعال بقى نعرف النورماليتي بتاعته بيخرج امتى في الدم، يعني بياخد وقت قد ايه على ما يخرج من عضله القلب بعد ما يحصل فيها انجري، بعد ما يحصل فيها نيكروزيس، بياخد وقت قد ايه علشان يظهر في الدم. بياخد حوالي، ركز في الارقام دي مهمه جدا، بياخد من 4 ل 6 ساعات عشان يكون ظهر في الدم. يبقى انت لو واحد جالك بتشيست بين دلوقتي وعملت له كرياتين كينيز ام بي مش هتلاقي حاجه، لا لازم تستنى 4 ساعات او 6 ساعات، او لازم يكون جالك بعد 6 ساعات. في بعض التحاليل هنعملها في خلال اول ساعه بس، انا بتكلم على ده، يعني ممكن نعمل تحاليل تانية في وقت سريع قوي بس برضه مش هتبقى سبيسيفيك، انما ده سبيسيفيك، فعشان كده بياخد من حوالي من 4 لايه ل 6 ساعات، وبيوصل للقيمه بتاعته بيكون اعلى ليفل ليه بعد حوالي 12 ساعه، يبقى من 10 ل 12 ساعه. يبقى انت عندك من 4 ل 6 ده بدايه ظهوره، من 10 ل 12 بيكون وصل للقيمه بتاعته، البيك بتاعته، بعد كده حوالي من 6 ل 48 ساعه، يعني في خلال يومين بيكون خلاص يعني حصل له كليرنس، اتشال من الدم. طيب انا الارقام دي يا دكتور افهم منها ايه؟ افهم منها اول حاجه ان لو جالي في خلال ساعه او ساعتين، انت لازم تبقى دكتور. واحد جالك بتشيست بين وانت في ساعه او ساعه بقى نص ساعه مثلا، وانت عملت له كرياتين كينيز ام بي ولقيته عنده مش عالي او مش موجود في الدم، تقول خلاص لا ما عندوش مايوكارديال انفاركشن. ممكن انت تقول له لا روح يا حاج انت ما فاكش حاجه، ويروح ويموت فيها. ليه؟ لان هو عنده مايوكارديال انفاركشن وانت ما تعاملتش معاه، وانت عملت التحليل في اول ساعه او اتنين او تلاته، وهو لسه الماركرز اللي انت عملت عليه التحليل ده لسه مش هيبان في التحليل الا بعد 4 ساعات او 6 ساعات. فانت كده ايه، قتلت الراجل وانت ما انتش واخد بالك. طيب جالك مثلا قاعد استحمل الوجع ده، وجالك بعد 3 ايام، وانت جيت عملت له كرياتين كينيز ام بي ولقيته واط، تقول له حاجه انت بتستعبط، انت ما عندكش اي حاجه وزي الفل، يقوم مروح وخلاص، هو اصلا جاي مستحمل الوجع بالعافيه، يروح ويموت فيها برضه. فانت لازم تبقى عارف كل واحد منهم بيخرج امتى، عشان من الوقت بتاعه، من التايمنج بتاعه، هتقدر ايه، هتقدر تحدد الـ يعني الـ العلاج، وهتقدر تحدد اذا كان عنده ام اي ولا لا. فهو يعني على فكره 4 ساعات و6 ساعات دي يعتبر رقم اكسبتابل شويه، يعني في بعض التحاليل ممكن تخرج متاخر عن كده كمان، فده حاجه من الايرليست بايماركرز اللي بتتعمل، يعني يعتبر دي حاجه بدري، لان اصلا واحد على ما يعني تعب تشيست بين استحمله شويه مش عارف ايه، على ما يجي لك يبقى اصلا جالك بعد 4 5 6 ساعات. لو جالك بعد الالم بساعه ولا حاجه، على ساعتين، على ما جه مثلا المواصلات والسكه ومش عارف ايه، فدي يعتبر انت تعمله التحليل وهو واقف في المستشفى معاك برضه، يعني في خلال ساعه ساعتين وهو لسه عندك في المستشفى، وانت بتعمل له مانجمنت وانت بتتعامل مع الحاله. فدي تعتبر واحد من الايه، من البايماركرز السريعه. طيب هنا بقى، هنا كاتب لك ايه الحته اللي احنا بنقول عليها، ان كيسز اوف ليت ارايفلز، الناس اللي هم جايين بعد مثلا يومين ثلاثه، النورمال كرياتين كينيز ام بي ممكن بيبقى مش موجود، وبالتالي يديك انكوركت بيكتشر، تمام كده.
يعني كود بريزنت ان انكوركت بيكتشر، يعني بيعرض ليك صوره خاطئه، بيديك صوره خاطئه لانه خلاص هو مش موجود او نسبته قليله، فتقول اه لا ده ما عندوش ام اي. طيب هنا بقى في معلومه بيقول لك عليها ايه، ان انت حتى في الكرياتين كينيز ام بي السيريال ميجرمنتس انك تعمله كذا مره ده بيديك معلومات افضل عن السيجنال ميجرمنتس ان انت تقيسه مره واحده، لان انت قيسته كذا مره بيديك في البروجنوزس عامل ازاي، هل الكرياتين كينيز ام بي بيزيد؟ اه يبقى كده الميوكاردال انفاركشن عماله تزيد، ان الكروزس اللي في القلب ده بيزيد. فانت لما تقعد تعمله التحليل كذا مره مثلا كل ساعه كل ساعتين ده بيديك ايمج كويسه عن البروجنوزس بتاع الام اي او بتاع النكروزس اللي في العضله بتاع القلب. طيب هنا بقى قايل لك شويه معلومات كده ركز فيهم. اول حاجه لو السي كده مش بيزيد يبقى كده الميوكاردال انفاركشن وقفت، يعني لو السي كي مش بيزيد مش بتقدم ما فيش تقدم، واحد كان جالك عنده شيست بين وانت عملت له بتشوف السي كي بتاعه دلوقتي بيحصل اهو، شوف انت عملت ايه عده مرات لقيت السي كي مش بيزيد، اه يبقى انت اه ده كده الام اي عماله تقل خلاص لان السي كي مش بيزيد. طيب طب لو انت دلوقتي عندك السي كي ده زايد خالص ومش راضي ينزل، لا يبقى كده في مشكله، في اكستنشن في الانفاركشن، الجزء اللي مات في عضله القلب ده عمال يوسع ويكتر، لان السي كي ده المفروض انت بتعالجه في المستشفى وبتدي له حاجات العلاج الاسكيميا وعلاج الميوكارديال انفاركشن ومدخله مثلا انتنسيف كير يونت وفي عنايه مركزه يعني، والمفروض ان السي كي ينزل بقى، لا ما بينزلش اليفيتد ومش راضي ينزل، اه يبقى في كده اكستنشن للانفاركشن ولازم تلحق العيان ده بطرق ثانيه. طيب ركز بقى في الجمله الثالثه الاخيره دي، برضو بيقول لك ان هاي ريسك بيشنتس الماينور اليفيشن بتعمل بروجنوستيك امبليكيشن او كومبليكيشنز. ايه هي بقى؟ يعني الناس اللي هم عندهم هاي ريسك فاكتور، انت واحد مثلا عارف ان هو بيجي له مايوكارديال انفاركشن على طول، خدت الهيستوري منهم، انت دكتور بتاخد الهيستوري التاريخ المرضي، حاجه انت جالك امراض قبل كده، انت تعالى دخلت المستشفى قبل كده، عملت عمليات قبل كده، ده اسمه هيستوري او تاريخ مرضي. فانت دلوقتي الناس اللي هم جالهم قبل كده انجينا او مايوكارديال انفاركشن بتساله جالك مش عارف قبل كده ذبحه صدريه يا حاج مش عارف ايه، طب اتعالجت خدت علاج ايه، فالشخص ده لما تيجي تعمل له التحليل بتاعه المينور اليفيشنز لو لقيت الكرياتين كينيز ام بي او الكرياتين كينيز عالي بحاجه بسيطه خالص، لا انت كده تخلي بالك لان هيحصل له كومبليكيشن عالي حتى لو كان التغير بسيط، لانه سسبتبل او عرضه ان يجي له كومبليكيشن اكتر. طيب يبقى الكرياتين كينيز او الكرياتين كينيز ام بي هو سبيسيفيك للقلب وهو يعتبر من اهم التحاليل اللي بتتعمل للقلب، لكن هو مشكلته الحاجه الوحيده بس ان هو ايه السعر بتاعه مكلف شويه، فعشان كده مش سهل كل الناس ايه تعمل. تمام دي تقريبا كل المعلومات اللي كنا محتاجين نعرفها عن الكرياتين كينيز ام بي، الوقت بتاعه مهم جدا. لو سالك في الام سي كيو كرياتين كينيز ام بي ولا كرياتين كينيز، لا كرياتين كينيز ام بي الوقت بتاعه من 4 ل 6 ساعات، بيوصل للبيك 12 ساعه وبينزل بعد 48 ساعه. طيب نخش بعد كده على الحاجه الثانيه من الكارديك بايو ماركرز، وهو هنا مش انزيم هو هنا بروتين، احنا عندنا بعض يعني اي خليه عضليه او اي مايوسايت بيبقى فيها اكتين ومايوسين وتروبونين، فالكارديك تروبونينز دول سبيسيفيك جدا، في انواع منها سبيسيفيك جدا للقلب، يبقى دي عباره عن نورمال كونتراكتيل بروتين موجوده فين؟ موجوده في المسل سيل ما فيهاش حاجه دي. طيب فيها بقى ايزوفورمز او فيها سب تايبس انواع، يعني في الكارديك تروبونينز دي في منها ثلاث انواع وبيسموهم ايزوفورمز، ايزو يعني متشابهين او انواع متشابهه اشكال متشابهه. التلاتة بروتينز دول بروتين اسمه تروبونين سي وحاجة اسمها كاردياك تروبونين اي وكاردياك تروبونين تي، اهو بروتين سي تروبونين سي يعني والكاردياك تروبونين اي وكاردياك تروبونين تي، واحدة واحدة. الكاردياك تروبونين اي اللي هما الاثنين الاخر والكاردياك تروبونين تي دول بيعتبروا بص مور سبيسيفيك ومور سنسيتيف، هايلي سبيسيفيك هايلي سنسيتيف للميوكارديال دامج. يعني ايه هايلي سبيسيفيك وهايلي سنسيتيف؟ هايلي سبيسيفيك يعني لو موجودين اه ده كده في ميوكارديال دامج، هايلي سنسيتيف يعني لو مش موجودين احلف بالعشرة ان مفيش كاردياك دامج، يبقى وجودهم دليل اكيد ان في كاردياك دامج في مشكله في القلب، وعدم وجودهم ينفي ان في اي مشكله في القلب، فهم مهمين جدا. اه يبقى تروبونين اي والتروبونين سي بدل هايلي سبيسيفيك وهايلي سنسيتيف يبقوا حلوين جدا جدا جدا، لان وجودهم يثبت ان في اي كاردال انفاركشن وعدم وجودهم ينفي وجود ام اي، يبقى مفيش ام اي. طيب ركز بقى عشان في يعني سبيسيفيستي اكتر، يعني التروبينين اي والتروبينين تي هنلاقي واحد منهم سبيسيفيك في حاجه معينه والتاني سبيسيفيك في حاجه، يعني ايه؟ احنا قلنا احنا بناخدها عشان نعرف لو في نكروزس في القلب، نكروزس في القلب او في مشكله في القلب، يعني حاجه اسمها اكيوت كوروناري سندروم. الاكيوت كوروناري سندروم دي ممكن تبقى انجينا بانواعها وممكن تبقى ام اي. في بقى التروبينين اي والتروبينين تي في انواع منهم بتستخدم في الانستيبل انجينا، يعني معروف او معروف انها بتزيد اكتر في الانستيبل انجينا، زي ايه؟ زي التروبينين تي. والتروبولين اي بيزيد في الانجري بالاي برضه، يبقى عندك التروبولين اي سبيسيفيك اكتر لاي مايوكاردال انجري، اي مشكله في عضله القلب انجري سواء كانت ميكانيكال انجري او اسكيميك انجري،
تمام، يبقى التروبونين اي سبيسيفيك اكتر فين؟ في المايوكاردال انجي، انما التروبونين تي يخرج اكتر فين؟ في الانستيبل انجينا. طيب ده بالنسبه للتروبونين اي والتروبونين تي. ماشي. طيب الميجرمنت بتاعهم ركز بقى، بيقول لك هنا ايه، ان التروبونين اي والتروبونين تي هم السوبيريور يعني الميجر الكبار يعني البرانيس البرنسات بتوع البايوماركرز اللي هم هايلي سنسيتيف هايلي سبيسيفيك، دول بقى اكتر حاجه اقدر اثق فيها 100%، فعشان كده دول اعلى تحاليل بالنسبه لي، يعني اعلى تحاليل بالنسبه لي او اعلى بايوماركرز بالنسبه لي في عضله القلب. يعني انا اي كطبيب ايه افضل بايوماركرز بالنسبه له حاليا؟ التروبرين. ليه؟ لانهم هايلي سبيسيفيك وهايلي سنسيتيف، عشان كده بيسموهم سوبيريور، هم الاعلى هم الافضل. تمام. فانت دلوقتي لما زياده في التروبونين او سواء تروبونين اي او تروبونين يعني تروبونين اي او تروبونين تي، الزياده فيهم تعتبر دلوقتي الستاندرد المقياس الاساسي اللي الدكاتره كلهم بيقيسوا عليه او بيستخدموه في المايكرويدال انفاركشن. تمام كده. طيب الوقت التايمنج بتاعهم مهم جدا برضو، بيبداوا بعد 4 ل 6 ساعات عادي جدا زي الكرياتين كينيز ام بي، البيك بعد 12 ساعه برضو قريبين من الكرياتين كينيز، بس ركز بقى شوف بيرجعوا للليفل النورمال ليفل امتى او البيزا ليفل امتى؟ من 3 ل 10 ايام. ده دوكا كان بيرجع من ساعات ل 48 ساعه اليومين، يعني كتير يومين، لا ده هنا من 3 ل 10 ساعات. تمام. والتروبونين تي كمان، ده التروبونين اي، ده بالنسبه للتروبونين اي، انما التروبونين تي يعني بيبقى اليفيتد من 48 ساعه لحد 48 ساعه في النورمال، في الهاي بيك اعلى حاجه، وممكن يرجع للنورمال في خلال 10 ايام، يعني الاثنين بيرجعوا في النورمال في خلال ايه؟ 10 ايام. طب دي حلوه في ايه يا دكتور؟ حلوه يا دكتور، احسن من الكرياتين كينيز ام بي اللي كان بيرجع في يومين. فلو واحد جالك في الليت دياجنوزيس، ليت دياجنوزيس يعني جاي متاخر، جاي عنده ام اي وفضل مستحمل الم ولا حاجه وجاي متاخر، ففي الحاله دي انت لو شخصته بالكرياتين كينيز ام بي يبقى انت كده ايه، ممكن يبقى الارقام تطلع معاك غلط. فلو واحد انت بقى الدكتور، لو دكتور شاطر واحد جاي بيقول لك يا دكتور انا كان عندي الم بقى لي 3 4 ايام هنا في صدري وعمال يشاور لك عليه وبيوصف لك تيبيكال شيست بين اللي هو بتاع الانجين او بتاع الام اي، انت بقى دكتور ذكي تطلب له ايه؟ تطلب له تروبنين، لانه بقى له 3 4 ايام، لو طلبت الكرياتين كينيز ام بي هتلاقيه طبيعي. تمام. فانت تقوم طالب له الايه؟ التروبنين. فاهم حاجه واشهر حاجه دلوقتي او السوبيريور في موضوع البايو ماركرز يعتبر مين؟ التروبنين. طيب في حاجه بقى تانية افضل خالص، لان هنا التروبنين كانوا بيخرجوا في 4 ل 6 ساعات، يعني دي الى حد ما تعتبر ايه حاجه سريعه، لكن احنا عايزين اسرع، عايزين في خلال ساعه ساعتين ثلاثه، عايزين حاجات افضل. فهم جابوا التروبنين دول وعملوا حاجه اسمها هاي سنسيتيفيتي تروبنين اساسيه، يعني زودوا، بس دي طبعا مش بتستخدم اعتقد هنا في مصر، يعني ممكن تكون بره اكتر، بيسموها هاي سنسيتيفيتي تروبونين، دي بتبقى سبيسيفيك في بعض الامراض برضو اكتر، ممكن يبقى الوقت بتاعها سونر اقرب، يعني بدل من 3 ل 4 ساعات لا يكون اقرب، او من 4 ل 6 ساعات سوري يكون اقرب، لا. فدول اللي هم الايه؟ الهايلي سنسيتيف تروبونين. طيب دول ايه بقى؟ دول احنا نقدر نعمل لهم تيست او نقيسهم، يبقى ميجرابول، يبقى ممكن نقيسهم يعني في جاست ات ماتش لوور ليفلز، يعني لو حصل تغير بسيط جدا 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 فيهم، التروبين زاد بنسبه صغيره اقدر الاحظهم، اقدر اعمل تيست واجيبهم. فدي حاجه حلوه، لان التغيرات البسيطه بس خالص تقدر تلمحها، وبالتالي تقدر تسيطر على المرض قبل ما ينتشر، او قبل ما يعني قبل ما يكبر، قبل ما يبقى اخطر، تقدر تتنبأ بيه، تقدر تحافظ على المريض. فدي حاجه حلوه، وطبعا يعني حاجه بريدكتيف جامد، وحاجه بروتكتيف، تحمي القلب جامد، لان انت مجرد التغيرات الزياده البسيطه يبقى الشخص ده ممكن يكون داخل على مايوكاردال انفاركشن، فانت تلحقه. تمام كده. هو شوف يقول لك بيكوز ذيس فيرجن اوف ذا تيست از مور سنسيتيف، يعني عشان كده هيسموه هاي سنسيتيفيتي، يعني سنسيتيف اكتر، تقدر تنفي ان الشخص ده ما عندوش ايه، ما عندوش ام اي. شوف ات بيكمز بوزيتيف سونر، يعني بتاخد وقت اقل. تمام. اند ديتكت هيلب ديتكت اكيوت كورونري سيندروم اريال ذان ذا ستاندرد تيست. الستاندرد تيست اللي هو التروبونين العادي، هي بقى تقدر تكتشفه في اقل من 4 ساعات، مش ده كان بياخد 4 ل 6 ساعات؟ ده الستاندرد، ده التروبونين العادي، تروبونين اي وتروبونين تي. هنا لا، دي ممكن تاخدها اريال وسونر، اقرب في وقت اقرب، مثلا في ساعه ساعتين. طيب بتساعدك في ايه تاني سبيسيفيك لمرض معين او نوع معين من انواع الام اي المايوكاردال انفاركشن؟ بيسموه نون اس تي سيجمنت اليفيشن اوف مايوكاردال انفاركشن. عندنا انواع المايوكاردال انفاركشن اتنين، يا اما يحصل اس تي سيجمنت اليفيشن، الاي سي جي يعني الاس تي سيجمنت بتعلى زي ما خدته في الباثولوجي، فبيسموها ايه؟ ستيمي، ستيمي او اس تي سيجمنت اليفيشن ام اي مايوكاردال انفاركشن. ممكن ما تعلاش، دي بيسموها النوع التاني نون ستيمي. طيب انا اقدر اشخصها ازاي نون ستيمي دي؟ ده بيساعدني في تشخيصها، فدي حاجه مفيده ان هو ممكن يساعدني في ايه؟ في بعض، في تشخيص بعض الحاجات زي النون. دي حاجه مفيده ان هو بيقدر يساعدني في ايه؟ في تشخيص انواع معينه من المايوكاردال انفاركشن. فده ممكن يغير اصلا السيستم بتاع العلاج خالص، يعني انت ممكن تكون ماشي له في طريقه معينه في العلاج، لا يعني تغير التريتمنت، اللاين اوف تريتمنت. طيب
ايه تاني برضو بيفيدني في ايه؟ بيقول لك هايلي سسبكتد كيزز اوف اكيوت مايوكارديال انفاركشن، يعني انت ممكن تاكد، ركز بقى، ممكن تعمل حاجه اسمها رول اوت او رول ان. يعني ايه؟ يعني في خلال من صفر، شوف مش انا قلت لك هي فكرته كلها هايلي سنسيتيف، تقدر تقيس كميات بسيطه فيه، التغير بكميات بسيطه جدا في التروبونين او الاتش اس تروبونين او الهاي سنسيتيف تروبونين، انت تقدر تقيس التغير بكميات بسيطه جدا. طب ده معناه ايه؟ معناه انك المريض جالك، لسه جالك اهو دلوقتي، في خلال اول ساعه دي بتقيس التغيرات في الاتش اس تروبونين او الهاي سنسيتيف تروبونين. لو لقيت بيزيد، اه تقدر تقول ان الشخص ده ممكن يبقى بنسبه 60% او 60% من الحالات عندهم، من اللي زادوا دول عندهم ام اي او داخلين في ام اي. طيب يبقى او سوري سوري، تقدر لو ما زادش في خلال من صفر لست ساعات. طيب ممكن بما ان هو هاي عنده هاي سنسيتيفيتي، زي ما قلنا ان احنا فكرته كلها اصلا في ان هو بنقدر نقيس التغيرات اللي فيه لو حصلت بكميه بسيطه جدا، فانا ممكن استخدم الخاصيه الحلوه دي في حاجه. الناس اللي هم هايلي سسبكت، هايلي سسبكتد، يعني انا عارف ان انا واخد من الهيستوري بتاعهم، عارف ان هم بيجي لهم ام اي او جالهم ام اي قبل كده، وجالهم اتاك من الـ من الاسكيميا او اتاك من الاكيوت كورونري سندروم، يعني عنده انجينا، جاله ذبحه قبل كده، او اشتكى من تشيست بين، فالشخص ده هايلي سسبكتد، شخص مثلا كبير في السن او حاجه، فده عنده يعني ايه سسبتبل ان هو يجي له الام اي. انا بقى ممكن استغل البايوماركر ده او التيست ده او الاختبار ده في ان انا اعمل حاجه اسمها رول اوت استثني، يعني او رول ان اثبت المرض او انفيه. ازاي؟ يعني لو انا جبت هو بيزيد بكميات بسيطه، اقدر اشوف فيه زياده التروبونين بكميات بسيطه خالص، عشان كده بيسموها هاي سنسيتيف. اجي بقى من اول ما المريض يجي لي صفر، من الساعه صفر يعني وقت ما جالي او وقت ما جاله الالم، فخلال لحد اول ساعه بقيس التغيرات البسيطه في الهاي سنسيتيف تروبونين ده، بقدر اشوف زاد بكميه بسيطه قد ايه. طيب يا دكتور لو ما زادش في خلال الساعه دي حاجه بسيطه، اه اقدر كده اقول ان 60% من الحالات دول ما عندهمش ام اي. يعني شوف شوف بقى، في خلال اول ساعه اهو قدرت اثبت، قدرت اثبت او حتى اتوقع هل هيبقى عنده ام اي ولا ما عندوش. يعني ايه؟ يعني لو احنا دلوقتي واحد جالك عنده تشيست بين، انت عارف ان الشخص ده جاله ام اي او يعني هايلي سسبكتد كيسز، انت عارف ان الشخص ده عنده اكوت كورونري سندروم اكوت مايوكارديال انفاركشن، كان بيجيله قبل كده نوبات من او اتاكس من الوجع في التشيست بين بتاعه، في قلبه يعني التشيست بين وكده، فانت الشخص ده انت متوقع ان هو يكون عنده ام اي. لو انت جبت وعملت له الاتش سي تروبونين ولقيته مش عالي، في خلال ما بيعلاش يعني، وفي اللو ليفل بتاع النورمال ليفل بتاعه ريمينز لو، ما زادش من خلال اول ما جه اللي هي الساعه صفر يعني، خلال اول ساعه، اه يبقى انت كده تقول ده بنسبه 60% ما عندوش المرض. لو انت عندك 10 حالات هتلاقي 6 منهم ايه؟ 6 منهم ما عندهمش اي حاجه، تشيست بين ده كان بسبب اي حاجه تانية. طيب لو انت بقى لقيته زاد، لا انت هنا تتاكد تعمل رولين، خلاص لا ده كده الشخص ده دايجنوستيك عنده اكيوت مايوكارد انفكشن. يبقى لو زاد بنسبه كبيره في خلال اول ساعه، يعني رولين، انت كده هتثبت ان اثبتت ان الشخص ده عنده ايه؟ اكيوت ام اي. لو ما زادش في خلال اول ساعه، انت كده نفيت ان الشخص ده ممكن يبقى عنده ام اي بنسبه 60%. لو عندك 10 في 6 منهم ما عندهمش ام اي، فعشان كده بيسموه هاي سنسيتيف تروبونين. طيب الكارديك تروبونينز عموما بقى، تروبونين تي، تروبونين اي، هاي سنسيتيف تروبونين، بنستخدمهم امتى؟ مش بس بياكدوا لي الام اي، احنا عندنا الام اي ممكن يبقى ليها برايمري كوز او سكندري كوز، بيسموها برايمري اسكيميك مايوكاردال انجري او سكندري اسكيميك انجري. يعني زي ايه البرايمري اسكيميك انجري؟ لو حصل كورونري بليك، يعني حصل اوكلوجن في الكورونري زي ما احنا عارفين اللي هو الاثيروسكلوروز عادي، وحصل بليك او رابشر او اوكلوجن في الكورونري ارتريز اللي بتغذي القلب، ده بيسموه برايمري اسكيميا اسكيميك مايوكاردال انجري. حصل انجري في عضله القلب بسبب الاسكيميا، لان حصل اوكلوجن للبلاد فيسل اللي بتغذي القلب، الكورونريز اتقفلت او بليك. طيب في نوع تاني بقى اسمه سكندري اسكيميك انجري، زي ايه؟ كورونري سباز، حصل سباز مره واحده، كاردياك اريزمس، في لخبطه في عضله القلب، فيعتبر التغذيه الدمويه اللي جايه لها مش كفايه، بالمونري امبولاي، جلطه في الرئه مش قادره ترجع دم القلب، هارت فيلير، القلب ذات نفسه. دي كل الحاجات دي، كل الامثله دي بيسموها سكندري اسكيميك انجري. يبقى في برايمري اسكيميك انجري اللي هي الام اي بشكلها الطبيعي، انجينا واوكلوجن في الكورونريز او اثيروسكلوريز في الكورونريز، دي بيسموها برايمري اسكيميك مايوكاردال انجري. يبقى كده التروبونين بيفيدك في الاثنين، مش بس في البرايمري، بيفيدك كمان في السكندري. طيب وكمان ممكن تستفيد منه في حاجه اسمها ايه؟ نون اسكيميك مايوكاردال انجري، يعني مثلا شخص عنده مايوبريكارديتس، البريكاردم بتاع عضله القلب فيه انفلاميشن، سبتسيميا، كاردياك تروما، كل الحاجات دي برضو بتؤدي الى ان التروبونين بيزيد في الدم، فانت ممكن تستخدمه كباماركرز، مش يعني مش بس في الانجينا، لا. يبقى فده حلو، هو هاي سنسيتيف وهاي سبيسيفيك وكمان وايد رينج، بتستخدمه في كذا حاجه. لو حد بياخد كيموثيرابي، حد عنده مايوبريكارديتس، عنده سبتسيميا، عنده اي مشاكل كاردياك تروما في القلب، انت تقدر تستخدم فيهم الايه؟ التروبونين. فعشان كده التروبونينز بيبقوا مور سنسيتيف ومور سبيسيفيك عن الكرياتين كينيز،
اللي احنا خدناه والميوجلوبين اللي احنا لسه هناخده بيبقوا سنسيتيف وسبيسيفيك اكتر واكتر واكتر، وكمان وايد رينج ممكن نستخدمهم، مش بس في الاكيوت مايوكاردال انفاركشن بصيغتها التقليديه اللي هي البرايمري، لا ممكن نستخدمهم في السكندري ام اي، حد عنده اريزمي، حد عنده هارت فيلر، ومش بس كده ممكن نستخدمهم في اي مايوكاردال انجري، مش شرط تكون اسكيميا، لا ممكن تبقى سيبتسيميا، كارديك تروما، ضربه في مايوكارديتس، مشكله في البريكارديوم، وهكذا. فدي حلاوه التروبونين يعني، فهم مميزين في كل حاجه. طيب نخش بعد كده على المايوجلوبين. المايوجلوبين ده يعني هو ليه ميزه وليه حاجه تانية، ان هو مش سبيسيفيك، مايوجلوبين موجود في اي عضله في الجسم. فهو عباره عن ايه، هو المايوجلوبين ده وظيفته الطبيعيه اصلا ده عباره عن ايه، هيم بروتين زي الهيموجلوبين كده، اكسجين بايندنج هيم بروتين، يعني في حديد بيمسك في الاكسجين عشان يغذي العضلات بالاكسجين بتاعها. طيب خلي بالك بقى ان هو نون سبيسيفيك تو مايوكارديا، يعني المايوجلوبين مش موجود بس في المايوكارديا، انا لقيته في الدم ده مش معناه ان المشكله بشكل 100% من القلب، ممكن يبقى واحد مثلا كان لسه خارج من عمليه وحصل مصل انجري، ما هو عمليه ومشط والدكتور بيشرح في العضلات ومش عارف ايه، واحد حصل له حادثه مثلا اكسيدنت تروما، وال في تروما في العضلات بتاعته، في مشاكل في العضلات، في اي مشكله، في اي مسل ديزيز، مسل ديستروفي، عنده انفلاميشن في السكليتال مسل، مايسايتس، فكل الحاجات دي ممكن المايوجلوبين يتكسر من العضله وينزل فين؟ ينزل في الدم. فهو مش سبيسيفيك للمايوكارديال، اي عضله في الجسم ممكن اي يحصل فيها اي ديفكت او انرجي او انجري سوري، او يحصل فيها مثلا اي انفلاميشن، كل الحاجات دي هتزود لك مين؟ المايوجلوبين. فهو مش سبيسيفيك. طيب الحاجه بقى، الميزه اللي فيه ايه، ان هو بيخرج في اول ساعه، عكس الكرياتين كاليس ام بي اللي كان بيخرج من 8 ل 10، من 8 ل 10 ساعات البيك بتاعته، او من 4 ل 6 ساعات، وبرضه التروبونين كان من 4 ل 6 ساعات، ده الهاي سنسيتيف تروبونين هو اللي كان بيفيدني في خلال ساعه، انما التروبونينز العاديين كانوا بيخرجوا من 4 ل 6 ساعات. فهو كده المايوجلوبين حلو في ان هو بيخرج في خلال ايه، ساعه. يبقى انا كده بقى لو انا ما عنديش الهاي سنسيتيف تروبونين وعندي التروبونينز العاديين اللي هم تروبونين سي اهم، اللي هم تروبونين عاديين، تروبونين اي وتروبونين تي، ومش قادر اعمل الهاي سنسيتيف تروبونين ده عشان غالي وموجود في الدول اللي بره بس، فهم عامل ايه، فهم عامل التروبونين العاديين اللي هم الاي وسي، وعامل معاهم المايوجلوبين. يبقى هعمل واحد سريع اللي هو المايوجلوبين بس مش سبيسيفيك، وهعمل واحد سبيسيفيك بس مش سريع قوي، هما الاثنين على فكره. التروبينين 4 ساعات دي تعتبر حاجه كويسه، بس لو انا عايز اعرفها في خلال ساعه وما عنديش لايسنس في التروبينين هستخدم مين؟ هستخدم المايوجلوبين. يبقى هو بيبدا يظهر في خلال ساعه، او يبقى اسرع من التروبينين سي كارديك تروبينينز، واسرع من الكرياتين كينيز ام بي، والبيكس بتاعته القمه بتاعته في حوالي 8 ل 10 ساعات، وبيرجع للنورمال بعد 24 ساعه. يبقى المايوجلوبين هو معاك 24 ساعه بيظهر في اول ساعه، فممكن تستخدم البنفيت بتاعته بقى اهو، ان هو ايه، من في خلال 30 دقيقه بيبدا يظهر في اول ساعه، يعني بعد 30 دقيقه لو حصل اي مايوكارد انجري بيبدا يظهر المايوجلوبين، وانت بالتالي تقدر تستخدمه هو في التشخيص مع مين اهو، تستخدمه مع التروبونين في الهارت اتاك اللي تقدر تشخصه بسرعه. يبقى لو زاد المايوجلوبين شخص مثلا يعني جاي لك سليم، ما مش بيعاني يعني واحد داخل لك الاستقبال ما فيش اي، انت مش شايفه ما فيش اي مثلا انجري، ما فيش اي تروما، مش حادثه، مش خارج من عمليات، ومع ذلك جاي من كارديو ميت، فغالبا غالبا المايوجلوبين اللي هيبقى زايد ده بسبب ايه؟ هيبقى بسبب الكارديك اتاك والمشكله اللي عنده في القلب. وانت كده كده بعد 4 ساعات هتتاكد، ما انت عملت له التروبونينز، لو التروبونين زاد دول سبيسيفيك للقلب، يبقى انت كده خلاص ايه، يعني انت بتعمل المايوجلوبين وبتساعد بيه الاساسي بقى اللي هو التروبونين، وبتساعد بيه بالمايوجلوبين في الاول، تمام كده. يبقى المايوجلوبين حلاوته ان هو بيخرج في اول ساعه، فممكن نستخدمه مع مين؟ مع التروبونينز. مشكلته ان هو مش سبيسيفيك، لو حد عنده اي مشكله تانية في اي عضلات في جسمه هتلاقي ايه، المايوجلوبين برضو عادي. طيب خلي بالك احنا كل ده بنتكلم فين، عشان مش عايزك تتوه مني، كل ده بنتكلم هنا اهو في الجزء بسبب النكروزس في عضله القلب في المايوكارديال انجري. خدنا كرياتين كينيز ام بي، وخدنا التروبونين، وخدنا المايوجلوبين، وهناخد دلوقتي لاكتيت هيدروجينيز، ونبقى خلصنا الجزئيه دي، وهي الجزئيه الاكبر والاهم. احنا لو خلصنا ده كده يبقى اللي باقي كله سهل ان شاء الله يعني. طيب اللاكتيت هيدروجينيز ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن انزيم برضو بيبقى موجود في السيتوسول بتاع عضله القلب. بيحول ايه وظيفته، ان هو بيحول البيروفيت للاكتيت. طيب هو مش سبيسيفيك زي التروبونين، يعني اللاكتيت هيدروجينيز ده موجود في اي يعني في اي عضلات وفي اي سيل، بس في منه حاجه اسمها ايزوزايمز او ايزوفورمز، يعني سب تايبس سبيشال، يعني بيتقسم لنوعين زي ما بيقولوا ببساطه خالص. اللاكتيت هيدروجينيز ده في منه نوعين، اللاكتيت هيدروجينيز 1 ايزوزايم، واللاكتيت هيدروجينيز 2 ايزوزايم. طيب اللاكتيت هيدروجينيز 1 هو الموجود في القلب في العضلات بتاع القلب، يبقى اللاكتيت هيدروجينيز عموما لو زادوا توتال مش سبيسيفيك، في واحد فيهم شويه سبيسيفيك للقلب اللي هو 1 لاكتيت هيدروجينيز 1، وفي 2 ده موجود في البلازما او في السيروم، فمين الاكثر سبيسيفيسيتي للقلب؟ اللاكتيت هيدروجينيز 1. فعشان كده بيقول لك ايه بقى، انت ممكن تتوقع منه ان الشخص ده عنده ام اي لو لقيت نسبه ال1 اعلى، عندك لاكتيد هيدروجينيز 1 اعلى او النسبه بتاعتها ل2 هي العاليه، يبقى معنى كده ان اللاكتيد هيدروجينيز 1 عالي قوي، فده يقول لك ان ممكن الشخص ده يبقى عنده مايوكاردال انفاركشن. طيب
بلاقيه امتى لاكتيت دهيدروجينيز عالي، لو في حد عنده تيشو بريك داون، عنده مشكله سواء بقى 1 او 2، لحد عنده مشكله في التيشوز، ما هو تيشوز بريك داون هيبدا الانزيم ده يخرج بره في في البلاد ستريم، في الاوعيه الدمويه وفي في الدم. لو حصل هيموليسيس، حصل كانسر، مننجيتس، انكفلايتس، اتش اي في، كل الحاجات دي بتؤدي الى تيشو بريك داون. حد عنده انفلاميشن في المننجيز اللي هي الاغشيه الصحيه بتاع البرين، حد عنده كانسر، كانسر عمال يكسر يعمل ديستراكشن في في التيشوز، اتش اي في، كل الحاجات دي كلها بتزود الايه اللاكتيت دهيدروجينيز. طبعا المور سبيسيفيك زي ما قلنا التروبونين والميوجلوبين السريع والهاي سنسيتيف سريع، وخدنا الكرياتين كينيز ام بي. احنا كده كل ده خلصنا الايه الجزئيه اللي هي بتاعت النكروز. هنخش على الجزئيه الثانيه اللي هي بتاعت الايه الاسكيميا، اللي هو بقى لسه ما حصلش نكروزيس فين في المايوكارديال تيشو. طيب نخش بقى على كده بعد كده على الماركرز بتاع المايوكارديال اسكيميا. خدنا النكروزيس، ناخد الاثنين بتوع الاسكيميا، ودول سهلين يعني ما فيهمش كلام كتير، اللي هو حاجه اسمها ركز اسكيميا موديفايد البومين، يعني الالبوم اللي بيحصل له موديفيكيشن بسبب الاسكيميا، اسكيميا موديفايد البوم، نجيبها من اليمين للشمال. طيب لما تلاقي السيرم البومين ده، الالبوم اللي موجود في الدم عادي، لو واحد عنده مايكارد انفاركشن والالبومين ده ماشي في البلازما عادي مع الدم وراح في القلب ماشي عادي في السيركيوليشن بتاعته طبيعي، لو حصل دايركت كونتاكت ما بينه وما بين الجزء اللي فيه انفاركشن، يعني التيشو اللي حصل فيه انفاركشن، بيبدا يحصل بعض التغيرات في الالبومين ده، يعني التغيرات في القلب من ده تحوله من قلبه من عادي لموديفايد البومين. طب التغيرات اللي حصلت فيه دي، طبعا الميكانيزم مش عليك بالتفصيل، بس بيحصل في الـ في الان تيرمينال. احنا عارفين ان الاي امينو اسيد بيبقى عنده ان تيرمينال وسي تيرمينال، الان تيرمينال اللي هي ان اتش 2 والسي تيرمينال اللي هي مجموعه الكربوكسيل. في الان تيرمينال اللي بيحصل بيبقى يحصل موديفيكيشن في التيرمينال ان، تمام، يبقى هو ما بقاش البومين طبيعي او بقى اسمه موديفايد البومين او اسكيميا موديفايد البومين، حصل فيه موديفيكيشن بسبب الاسكيميا. ممكن برضه يساعدني لو لقيته زياده، او يبقى حصل فيه موديفيكيشن في الالبوم ده، لو لقيته يعني ما نعرف ان في اسكيميا. بيبدا يبان امتى ويعلى امتى في البلاد ستريم او في الدم او في العينه انت خدتها، بيبقى بعد 6 ساعات تقريبا، يعني انت تاخد العينه بعد 6 ساعات تلاقيه عالي، تمام، بيفضل لحد 12 ساعه. معلش تفاصيل عليه قوي طبعا، بس احنا لان خدنا السبيسيفيك، خدنا الحاجات الاكتر واللي ممكن يساعدونا سواء كان في سكيميا او في انفاركشن، اللي هم التروبونينز والكرياتين كينيز ام بي. طيب التيست الثاني او الاختبار الثاني اللي ممكن يساعدني في حته الميوكاردال اسكيميا، حاجه اسمها ركز ركز اتش فاب او هارت تايب، هارت تايب فاتي اسيد بايندنج بروتين. يعني ايه؟ جيبها برده من اليمين الشمال، ده البروتين اللي بيمسك في فاتي اسيد وفي هارت تايب، يعني موجود في القلب. طيب ده عباره عن ايه باختصار خالص كده؟ ده عباره عن بروتين بيمسك في مين؟ بيمسك في الفاتي اسيد، ياخده من السيل ممبرين عشان يدخله الميتوكوندريا يحصل لها اكسديشن. انت عارف ان انت طبعا الفاتي اسيد لما بيحصل له اكسديشن بيديك طاقه، فعضله القلب محتاجه طاقه، يبقى بتاخد الاحماض الدهنيه اللي ماشيه في القلب في الدم تدخلها للخليه بتاع المايوسايت، وخليه المايوسايت تاخدها من السيل ممبرين تدخلها للميتوكوندريا، بتبقى محتاجه تتشال على نقل لان ده دهون، دهون يبقى محتاجه عربيه تركب عليها سواء بره الخليه في البلازما او جوه الخليه في الانترا سيلولار فلويد، ما هو فلويد يبقى محتاج برضو عشان الدهون تمشي فيه محتاجه بروتين، فده هو البروتين اللي بيشيلها. البروتين ده حجمه صغير خالص، المولكيولار ويت او السايز بتاعه صغير جدا، فيقدر يديفيوز، يقدر يطلع من السيل ممبرين ويمشي في البلاد ستريم. فلو حصل اي مشكله مايوكاردال انفاركشن اسكيميا اي حاجه، ممكن يقدر يعدي بيخرج ويبقى في البلاد ستريم في خلال من ساعه لثلاث ساعات، وبيوصل البيك بتاعته برضه بيبقى اعلى حاجه في ست في خلال 6 ساعات، وبعد 24 ساعه بيبدا يرجع للنورمال ليفل بتاعه. فعشان كده الاتش فاب ممكن يساعدك في ان هو ايه، يساعدك في عمليه تشخيص المايكاردال انفاركشن، بس طبعا في حاجات اسهل ومور سبيسيفيك ماركرز زي مثل التوبرين زي ما قلنا يعني. فهو ده الاتش فاب والميكانيزم بتاعه وازاي بيساعدك في عمليه تشخيص الايه المايكاردال انفاركشن. طيب احنا كده فين برضه عشان ما نتوهش في السكيما بتاعتنا، خلصنا المايكاردال انجري بالنوعين بتوع النكروزس والاسكيميا، خلصنا اهم الايه اهم التيسس اللي هنا اللي بتتعمل هنا الباي ماركرز. فاضل حاجه بس بسيطه يعني حاجتين بسيطه مش هاخدوا 5 دقايق ان شاء الله، الهيموداينامك ستريس والانفلاماتوري بروجنوستيك ماركرز. الهيمودايناميك ستريس يعني ايه الهيمودايناميك ستريس؟ هيمودايناميك ستريس يعني في اوفرلود على القلب، القلب مش قادر يضخ كويس، في فوليوم اوفرلود، في بريشر اوفرلود، كل الحاجات دي بيسموها هيمودايناميك ستريس، ضغط على القلب، في هارت فيلر بمعنى اصح القلب مش قادر يضخ. فاهم ماركرز هنا اللي هي في الدم عليت حاجه اسمها ناتريوريتك بيبتايد، كنا اتكلمنا عليها شويه في الفسيولوجي. الناتريوريتك الناتريوم دي او الناتري دي اختصار للصوديوم، يوريتك يعني بينزل صوديوم في اليورين، فدي بتعمل ايه؟ صوديوم ويالي الصوديوم بيتبع الصوديوم من الميه، فبيعملوا صوديوم اكسكريشن او صوديوم ووتر اكسكريشن، بيرموا الصوديوم وبيرموا الميه في اليورين، وبالتالي حجم الدم بيقل، فضغط الدم بيقل، فاللود اللي عامله الدم على القلب يقل، وبيعملوا كمان فازو دايلاتيشن بيوسعوا الاوعيه الدمويه فبيقللوا الضغط برضه. كل الحاجات دي بتقلل اللود على مين؟ على القلب، بيعملوا انهبيشن للرينين انجيوتنسين سيستم اللي كان بيعلي الضغط،
ولما يقل الضغط دلوقتي ما بقاش فيه لود برضه، ما هو القلب بيضخ الدم قصاد ضغط معين، لو الضغط قل كده القلب بيضخ براحته، ما هو ده الافتر لود، الارتيريال بلاد بريشر هو الافتر لود. فانت دلوقتي بتقلل الفوليوم اللي هو البري لود وبتقلل البريشر اللي هو الافتر لود، فبتهدي القلب، ما بقاش على القلب ما بقاش مضغوط، ما بقاش فيه ستريس. فانت دلوقتي القلب بيدافع عن الستريس اللي عليه ازاي؟ بانه يطلع ناتريوتيك بيبتايدز. فاحنا عندنا كذا ناتريوتيك بيبتايد انواع، فاميليز، حاجه اسمها اتريال ناتريوتيك بيبتايد او اسمه الفا اتريال ناتريوتيك بيبتايد بيخرج من الاتريوم، وحاجه اسمها برين ناتريوتيك بيبتايد، وحاجه اسمها سي تايب ناتريوتيك بيبتايد، كلهم عباره عن بروتينات ايزوفورمز، كلهم شبه بعض التركيبه بتاعتهم لحد ما متشابهه، يعني هو سيميلر مولكيولز متشابهين في الاستراكشر بتاعهم. طيب دلوقتي ايه اللي بيحصل لما بيزيد الفنتريكولار بريشر او بيزيد الاتريال البريشرز في الاتريا وفي الفنتريكل؟ بيحصل ستريتش في الفنتريكولار وول، تمام، او بيحصل ستريتش في الاتريال وول، فيطلع لك مين؟ يطلع لك الناتريوتيك بيبتايد. يبقى حصل سواء حصل في الاتريا او الفنتريكولار ستريتش، كل ده بيحفز عمليه خروج المين الناتريوتيك بيبتايد. طيب الطبيعي اصلا بتاع مش الاتريال بقى، الطبيعي بقى بتاع البرين ناتريوتيك بيبتايد او بيسموه بي ان بي اللي هو برين ناتريوتيك بيبتايد، او النوع المقدمه بتاعته او اللي بيسموه برو ناتريوتيك بيبتايد، برو بيتا او برو بي ناتريوتيك بيبتايد، ان تيرمينال برو بي ناتريوتيك بيبتايد، يعني هيتحول بعد كده لبرين ناتريوتيك بيبتايد. يبقى احنا عندنا برو ناتريوتيك بيبتايد اللي هو هيتحول بعد كده لبي ناتريوتيك بيبتايد، دول الطبيعي جدا بتاعهم ان هم يبقوا قليلين. طيب امتى بقى يزيدوا؟ لو حصل هارت فيلر. يبقى البرين ناتريوتيك بيبتايد المخ يبدا يطلع ناتريوتيك بيبتايد امتى؟ لما يلاقي القلب تعبان، فهو عايز يساعد القلب، عايز يقلل الاستريس على القلب، في هارت فيلر، القلب مش قادر يضخ، فيطلع يحفز التصنيع، فيطلع حاجه اسمها برو بيتا ناتريوتيك بيبتايد اللي تتحول بعد كده سوري برو بي ناتريوتيك بيبتايد اللي تتحول بعد كده لبي ناتريوتيك بيبتايد، فيبداوا يعلو. يبقى انت هم الطبيعي جدا في النورمال ليفل بتاعهم قليل، لما بداوا يزيدوا يبقى انت كده عارف ان الشخص ده ممكن يكون دخل في هارت فيلير او اكيد كورير سندروم، عنده مشكله في مزوده الاستريس من خلال القلب مش قادر يضخ ومش قادر يؤدي الفانكشن بتاعته او عليه لود. تمام كده، ده باختصار البايوميكرز وفي هيمودينامكس ستريس، ما فيهمش كلام كتير اللي هم النيتريال ناتريوتيك سوري بيبتايد. طيب نخش بعد كده على ايه؟ الانفلاماتوري بروجنوستيك ماركرز. طيب نخش بقى على اخر كاتيجوري خالص اللي هي الانفلاماتوري بروجنوستيك ماركرز، نخش عليهم. عندنا حاجه اسمها سيركتيف بروتين او سي ار بي. سيركتيف بروتين ده مش سبيسيفيك خالص للقلب، لكنه بيخرج في اي النس، في اي انفلاميشن، في اي مرض، ده عباره عن بروتين اصلا بيتصنع من الليفر فسموه سيركتيف بروتين، بيخرج من الليفر، النورمال رينج بتاعه يكون اقل من 10، زاد عن 10 مللي جرام لكل لتر، ده يدل على ان ايه؟ ان في اكيوت النس، مفيش مش مرض معين، ممكن يبقى المرض ده في اي حته، يعني سي ار بي ده بيعلى في كورونا، بيعلى في البرد، بيعلى في اي حاجه، بيعلى في اغلب في الامراض، لو في اي اكيوت النس، حد عنده مرض اكيوت بيعلى من السي ار بي. فانت مش هتستخدمه في التشخيص، انت هتستخدمه في المتابعه، يعني حد كان جالك باكيوت ام اي، انت دلوقتي بقيت تعالجه وعملت له تحليل وشفت السي ار بي قل، لا خلاص يبقى كده البروجنوزيس كويس، الشخص بدا يخف. طب لو لقيته عالي، لا يبقى كده في اكستنشن اوف ديزيز، المرض عمال يزيد. فهو مش سبيسيفيك لكنه يعني بيساعدك في ايه؟ في بريدكتور، بتتنبأ بيه البروجنوزيس، يعني بتشوف الشخص ده هيخف ولا مش هيخف، الليفل بتاع المرض بيعلى ولا بيقل. تمام، ده السي رياكتيف بروتين او السي ار بي. حاجه ثانيه اسمها هيموسيستين. الهيموسيستين ده ريسك فاكتور، يعني بيسبب الاثيروسكلروزيس. الهيموسيستين زيادته في الدم بتزود من مخاطر تكوين الاثيروسكلروزيس او يحصل تصلب شرايين. طب ازاي؟ ايه الميكانيزم بتاعه؟ الميكانيزم بتاعه ان هو بيعمل حاجه اسمها انتيمال ثيكننج. احنا عارفين طبعا ان الانتيما دي الطبقه الداخليه اللي هي اللي موجوده في البلاد فيسل، لو حصل فيها ثيكننج يبقى انت كده بتقلل اليومن، فبتقلل الدم اللي ماشي في الكورونريز مثلا ورايح للقلب. مش بس كده، ده بيبوظ الالاستيسيتي، الالاستيك لامينا، الطبقه الالاستيك بتاع البلاد فيسل، وبيعمل كمان هايبرتروفي في السموث ماسل، بيتخن السموث ماسل، وبيعمل بليتلت اجريجيشن. شايف كل الحاجات دي كلها؟ يعني بيعمل بليتلت اجريجيشن، يعني جلطه، بيضايق حجم اليومن، بيعمل انتيمال ثيكنج، بيضايق برضه حجم اليومن، بيعمل ماسكولار هايبرتروفي، بيبوظ الالاستيك لامينا، كل الحاجات دي كلها بتخليه يخش في اثيروسكلروزيس، وبيخش في اسكيميا، ويعني التيشوز بتاع القلب مش بتتغذى، لان في عائق هو الهيموسيستين ده، عائق كبير جدا بيخلي نسبه الاثيروسكلروزيس تبقى اعلى انها تحصل عن طريق الميكانيزمات اللي احنا قلناها دي كلها. وبالتالي لو زاد، لو لقيت الهيموسيستين في الدم ده زاد، ده في مشاكل ان هو ممكن يبقى في فاسكولار انجري، في مشكله في البلاد فيسل هتؤدي الى مشكله في القلب بعد كده، فانت لازم تخلي بالك منه لو زاد مين الهيموسيستين. يبقى الانفلاماتوري اند بروجنوستيك ماركرز، في اول حاجه السي ار بي، وتاني حاجه الهيموسيستين. طيب نخش على رقم 3، حاجه اسمها السوليبل سي دي 40 ليجند او اس سي دي 40 ال. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن برضه انفلاماتوري ماركرز باختصار كده خالص، بيخرج نتيجه ايه؟ تفاعل البليتلت مع الاثيروسكلروز. مش عندك الاثيروسكلروز بيبقى في بليك، البليك دي بيتجمع عليها بليتلت، تجمع عمليه الانفلاميشن اللي بتحصل بقى والتجمع الانتراكشن اللي ما بين البليتلت وما بين البليك بيتم عن طريق حاجه اسمها اس سي دي 40 ال.
يبقى انت لو لقيت الاس سي دي 40 ال ده زاد، اه يبقى دي علامه ان في اكيوت كورونري سندروم، في اثيروسكلروز، في مايوكارديال اسكيميا. تمام، لكنه بيستخدم اكتر في عمليه البروجنوزيس، لان كل ما يزيد كل ما تعرف ان ايه ده المرض بيزيد او البلاد كواجريشن بيزيد، كل ما يقل يعني يتعرف ان خلاص ما بقاش في عمليه الانتراكشن ما بين البليتلت فبدات الاسكيميا تقل. فهو يعتبر برضه مهم جدا في البروجنوزيس، لكنه مش سبيسيفيك قوي ان هو يقدر يشخص لك الايه الاكيوت كورونري سندروم. طيب احنا كده يعتبر خلصناهم. هنا بقى بيقول لك ان مش كل البايوماركرز اللي احنا عمالين نحكي عليها دي مش كلها اللي بتستخدم، بايوماركرز قليله بس منها اللي بتستخدم، واهمهم طبعا اللي قلنا عليه الايه التروبودين. فانت مش بتقعد تستخدمهم لان ممكن يبقوا غاليين، في انواع منها غاليه خالص وفي انواع منها نون سبيسيفيك بتخرج في اي مشكله في القلب او بره القلب في اي مايوسايت تانيه. فعشان كده بنستخدم مين؟ التروبونين. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا البايوماركرز اللي بتخرج في المايوكارديال انجري سواء كان نكروزس او اسكيميا، وخدنا الفريمودايناميك ستريس، وخدنا الانفلاماتوري بروجنوستيك ماركرز. طبعا اهمهم خالص التروبونين، ده الهايلي سبيسيفيك والهايلي سنسيتيف. تمام كده؟ كده الحمد لله خلصنا ايه الجزئيه الثانيه بتاع البايو، السكشن الثاني بتاع البايو. احنا كده خلصنا الحمد لله البايو، اتكلمنا فيها عن الكارديك بايوماركرز وهي مهمه جدا، لازم تكون فاهمها كويس ومذاكرها كويس، والاسئله هتبقى فيها كتير يعني في البايو، هتبقى الاسئله في الموضوعين دول كتير، لانهم بصراحه موضوعين مهمين، هايبر ليبيديميا الليبيدز بروفايل، والنوع الثاني كارديك بايوماركرز. تمام كده، اتمنى تكونوا استفدتوا، وان شاء الله باذن الله ربنا يعينكم في الامتحان. يلا السلام عليكم.